شاب جزائري يدرك بأنه يواجه نظام سياسي ماشي برك حاقد على الشعب الجزائري. نظام سياسي المصالح تاعو طبيعته وجوده استمراريته ما تقدرش تتحقق غير إذا كان في مواجهة مع الشعب الجزائري. صار ما يخليش الشعب الجزائري يوجد كشعب كومان بوبل سوفرا كشعب سيد. يعني ولات المسألة مسألة صراع وجودي بين الشعب يريد أن يقرر مصيره وتقرير مصيره لن يمر إلا بنفي النظام وبالتخلص من هذه المنظومة البائسة الاستبدادية، واستبداد لن يستطيع أن يستمر في الوجود إلا بإلغاء الشعب الجزائري، إلغاء المواطن الجزائري وتحويله إلى تابع. هذه هي الوصاية اللي حاب يكرسها هذا النظام الموروثة على شيء عشناه من قبل في قبل الاستقلال، هي وصاية استعمارية. تخيل باللي القيم تاع الحركة الوطنية والقيم تاع حركة التحرير والثورة الجزائرية قامت على أساس حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، على تكريس حق المواطنة، على تكريس شيء اسمه دولة الأمة، ليطاناسيون، دولة الأمة الجزائرية، معناتها اون ناسيون اللي عندها دولة تخدمها، واون ناسيون كذلك أمة جزائرية اللي تحتضن هذه الدولة، هذه الدولة الجزائرية الوريثة اللي جات من رحم الثورة التحريرية. هذا النظام حول هذه الدولة إلى دولة طغمة، ماشي دولة أمة، ماشي ليطاناسيون، ليطات دون كاست لتبني المصير تاعها والوجود تاعها على حساب الالتفاف على الثورة تاع التحرير، معناتها سيت اون كونتريبوليسيون، والالتفاف على كل ما يذكر بثورة التحرير، معناتها الحراك الثوري هذا اللي جاء يربط الشعب الجزائري بتاريخه التحرري وتاريخه النضالي. لذلك ما نحيروش، بالعكس هذا تأكيد على شيء سابق من قبل. المواجهة تاع الشعب الجزائري مع المنظومة السياسية ما هيش حاجة جديدة، هذه حاجة قديمة. راك هضرت على المعتقلين تاع التسعينات، يا عجب، ناس في الحباس تجاوزوا 30 سنة، تعرفهم قريبا داخلين في 40 سنة، وهكذا يكمل. علاش يكمل في هذا الممارسة تاعو؟ باسكو بالنسبة لي أي تصرف قد يؤدي إلى بعث الأمل في أمل التغيير في عند الجزائريين يعتبر خطر بالنسبة لي، معناتها اون فيرغول ديسبوار، فاصلة تاع أمل بالنسبة لي هي تعتبر خطر، ويعتبر بالنسبة لي هو شغل تراه ان جيست اللي بضر من عند نظام راهو فابل. هذا النظام يتخايل، لأن النظام راهو في صراع مع الشعب الجزائري مع وعي ناضج، سي بور سا ولا يتخايل كل مقنين أي جيست يديرو يحسب لي راح يكون كونتر عليه، طيب. يكون في صالح الشعب الجزائري، لأن لحقنا لأون سيتياسيون بوليتيك، الوضع السياسي صح، هو واعي به باللي أي مكسب راح يحقه الشعب الجزائري راح يكون لصالح القطيعة مع هذا النظام. رانا في لحظة سياسية ثورية، واللحظات السياسية الثورية هي لحظات إيسوسياليست جوهرانية. صادق وش معناتها؟ معناتها بلي أي تقدم لصالح الثورة حتى في أمور تبدو أنها هامشية راح تكون يكون هذا التقدم على حساب ديمومة النظام. النظام هو حب يكتسح الشعب الجزائري، ما يخلي حتى أمل للشعب الجزائري في الانتصار عليه. لذلك في الحقيقة ما هوش هي المبادرة تاعو ماهيش تنبع عن حقد فقط، راهي تنبع عن خوف ماهوش قادر يتجاوز المخاوف تاعو، سي بو صار راح يكمل يمارس القمع بمختلف اشكاله، وحتى لو كان هاد المعتقلين راح يخرجوا كان معتقلين راح يخرجوا، ولكن الاعتقالات ستبقى، القمع سيبقى، لان الميزان القوة مازال ماهوش في صالحه. الميزان القوة مازال في صالح التغيير الديمقراطي في الجزائر. السقوط الأخلاقي والسياسي عند النظام هذا راهي يتمثل في ماذا؟ بلي ماهوش قادر يدخل في تسوية مع الشعب الجزائري، ماهوش قادر حتى يصير تسوية تكون في مستوى فيما سبق من قبل 2019. خلاص لي زالجيريان لحقوا المستوى، أم يقولوا ما نقدروش نكملوا مع هذا المنظومة. سي بو سا الحل الوحيد هو القطيعة مع هذا النظام والمرور نحو مرحلة انتقالية وعدالة انتقالية تكرس دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة نوفمبر، ضد دولة الخيانة، ضد نظام الخيانة، ضد النظام اللي راهو يدير
ظهره لمكاسب الثورة الجزائرية وهي حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. لذلك ما كاش أمل من داخل المنظومة السياسية. هاد الناس اللي راحوا حابين يتحاوروا مع النظام ويظنوا باللي النظام يقدر يمد حاجة، أو خدعهم أو كل خلهم، خلاهم يروحوا يهضروا مع الشعب الجزائري ويطمنوه ويقولوا له باللي دوك الناس تخرج من الحبس، هاو جبد بهم الحصيرة. نعم. خلاهم تبهدين الناس. ما عندوش صديق هذا النظام، ما عندوش صاحب. هذا الصاحب الوحيد تاعه هو صديق، هو صاحب ذاته، ما عندوش صديق واحد آخر.